هذا هذا هنا سيكر في وجهنا شو ومر بعيد يدور مي جودة لتاجر يحسب حنوق نهينو شو هذا ناس أنا تاجره وهذا تاجره ولما نبكى علي إسماعيل شبرتي رحوين بن قار الله الله يحله ومش إنما ممكن إن هجات شيستا دكدة برا وانا نستا مشا حمرنا سكين عليا قلب كي لقول سيد كدة قرعدنا وينيسو دي بنا إن شاء الله تعالى إنت أنا إنت أصلي هاي وحنو صنع قرية نكلي هذا إسماعيل مرجيل إسماعيل مرجيل ومحكمة بين كل تيسنا دجال كان غيبة كتها وابن هاي وحربا إلى دور هذا كهله ويقول الريان ضد بدن وقصوا هذا مقالون كبرعي هرجيسة قطب كرنا وقدر دونا إن شاء الله تعالى وقول الرين وحن أركي من ويدني اللي هذا فيصل على ورابه وسيد عفريا ماذا حكى براري أنا ملاين إنه دوا غير حدونه وعقدت إياه العيب يا كتب حاره عقدت له غير حدونه فيصل وإن بضم بعض ولا هاللي وحلوش يا جاي العيب بكاب العيب دارود بكاب مده ارتباك بكاب مده البنات بكاب مده صواليات بكاب وحن وقررنا إذا قلعتها وقل حد سباتها سوبل لأن بيش أتكشوا تو وقرار الله صدح شربة شرحه صدح شربة وضع بعض يسيد اللي وجود المي يهلك جرح شو كشوا جنا وقرار الله فيصل واحد تري جرا شاع جرا إسماعيل وصون وق جرا شاع جرا إسماعيل دت كيسي ولا تلاقي هاي لا سعرود بتشوجا وسوبل لأن سجل الله سعرود خساري ترى ضع بهتي سجل هرمود وا لقاس هاري سومالي لان بحرم ملايين يرى نعس تهيرا دوانا تهي بانا كلا قرانين ويل كاقا هاد دكور سوق الحي ميش اللي يادو سوريا دي ادا كالو يوهل كان قوش عادي سوق الحي اللي وحكا لكو مهارين قفار حشونين وينانين باتاي دولة دي سوماليا نشاقوين كاقي والله قرانا يا حبا هاد هالكا كشي يمينو هاد كشغين شلتي مركا أديك أنت سأقوله هاي وحيسنا ما لو هذي نن مر لا سعاله شو شلو لي يقولوا حلي هذا مصطفى شينو مصطفى شينو وكم بدها بده حكي بسيدت كلا سعاله كلين شري وشيء إن مقالة ضوح خد عن نن ما لو ذي أي قلة الناس لم تبدي شو قولي شو خش هذا قن عصدها يلو حد لين ما شرتين مصطفى وحنقول يا حلقي للبهانته لكن سعر سعر تشري أما لو يسكت تشري أما العصيو للبهانته كم بدأ هذا ديك سن شرتين ولا نافي ما شرتين سعر الله سعره له نيك هاجر عصدها هري نيك هديلي نيك هديلي والله جرنا يا عدو شاخي هي يمشو صارنا يبرد صو صارنا يروح عصره والله جرنا وحتى جبر بروك فصل أنا وقبلها ما كفصلنا هرتيجا قبلها مكف صدان قبلها يو شريف ميريهم وقبلها صوالي وقارسان ده كفسيجا قفوا واحد نغن كسابه كشجع وحلاي شجع تكورنين صاحب كاي إلى تقبل ليس وكبيت مشرعة قصتي كفسينا ده هدية كحد نصو قبلها غير حكيسي مالور بنت ما ده حرجي سلا جرعه إنه مصبح كفسنا يو بعد كحد للحين هذا قبلها غير حرجي سلا هو كفسنا يو وهرت هذا اللي قط شيء دنيو كوي مقولين كهاي غير حكيسي وهرت هذا اللي قط سنايو جنبوين كل قط شيء دنيو قري اللي قط حرجي سنايو إذا أتكهذا شو الله سعره دوا كوعب دت كي أبدا حكيس كود شيء ولا قال حساب دم دورا دت كقرن إلا حساب دم دورا تاي قرة هاتنا وارجو سوق ما نجاب أنت ما حكيو قد بيا نما خبرت على هو منافقين وهالكان يجينا كهاللي مش اللي يضع عينه بقى وعيال كان تصور أنا هذنا هاللي وحلا يور منافقين باتين عن الإسلام نبي يدين منه وحكاهون إسكبر يا رأو أنت عيال كسوه هذا سأكون نقدر كعسى عينه بقى هاللي قوتش عدك هلايا وين يوجنا هاي إذا بيردوا أنت خبرت على الجو غرين كبدني رات كانت تدخل خالك يقول نتابعول كي بسديت خبرت على أو بدن ولين ميت كودي ويا الله والله قرا قبلها حتى نير سهل كان ميت كودي يلا والله جس هو برونا يا برون لي قبلها صوغ هذا مركا يا الكلام صوغ قرا سان تيجي قوم بيدو بيني سنو غنا يعني تكلم ورايا بكرر
geeya een nin baa lagu yiri waana baa lagu yiri war guriga ha gubino markaas yiri waa wad xusuusin een abar jaro dhulbahanta waxa xusuusinaysaa deegaanada dhulbahanta ee hore ee sida caynabo iyo qorilugu iyo garaadag iyo deegaanadana waxa weeyaan waa lagu xisaabtami doonaa lagu soo noqon doonaa waa ognahay in sacad muuseen ku galiyo dhulka dhulbahanta lahaa ee degteen kuna ka qaad doonaa waxba hal la harina dagaalka kaale ah cabashada iyo calaacalkana iska daayay waad u baray dheere calaacalina dagaalba meesha ka socda soo gala wixii aad ka qaadan baadheerisaan annaguna goot cad waa geli karnaa oo 30 daqiiqo ugu qaadanaysa laakiin xeeladan uu gelinna waxa weeye waxa ciyaalka soo raasaan marba in madax laga guro hadhow aanu dumarka iyo dhulka yagi deegaanada yidi garaad iyo caynab iyo aanu dumar ugu nimaadno waanu qariimaysano baanu rabnaa intaan intaas aan kaga gudbayaa maadhowdu waxaan arkay oday la yiraahdo hooley oo yimid meesha Hargeysa ninkaasi waa nin dudubla oo Cali Giriya oo Axmed Garaado oo dhulbahanta runtii meesha ceeb badan baa kaga dhacday nimanka ay duur meesha ninka uu ku suciyeen laba dhibaato kala kulmay oo magaciisa hooley ahaana waa laga bedelay hoogey waa raacday suldaan hoogey waa hadda loo yaqaanaa lacag yar oo 3,500 ahayd waa laga dhameystay sidii loo shaxaadayay ninkaana waxa leeyahay ninka dudubla Cali Garin waxa leeyahay qolada dhulbahante war meesha ninkaana ka noolya waxaan inta badan maqlaa urur Soomaali iyo wax la sheego oo hadda qoladan isaagu ay naf ka dhintaan deesaaq aanu bergi hore bilaa Hashim baan ku ogeyno waa bal saaqo haddii Soomaalinimadii daaradnimo ugu cararteen oo abtirkiina iyo nasabadiina daaradnimo ugu cararteen warbaldiinta oo daaradnimaha ugu cararina beer xun baad ku socotaan waa inay aragnaa dadka waxaa la wareegay urur Soomaali daaradood waxaa lagu baqan geliyo maaha mid kale waxaynu ogeyn war daaroodku waxa weeye waa 3 milyan oo waxa uu ka gudbay waana jabartii oo mid dadku ma yaqaaniin badankoodu jabartuga Soomaaliyana qayb baa degan Meher Ismaaciil Jabarti baa kamid oo Yaxye Ismaaciil Jabarti baa kamid oo Cali Ismaaciil Jabarti baa kamid oo leeyahay raxweyn nimanka 6 milyan ee koofur degan marka dadku inay saa u bartaan eritrea ay degan yihiin meesha leeyahay suudaan bay degan yihiin yemen bay degan yihiin waramadan aragtaan halkan Ethiopia degan dhulbahanta iyo maraxaan iyo majeerteen iyo daarood kale baa kala badhiyeen marka dadka jabartiintayna waa qoomiyadda geeska Afrika durbaanada looma tumi karo intaas aan kaga gudbayaa waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed iyadana ummada Soomaaliyeed oo dhan dawladda xamar ka jirtaa inay dawlad mooryaan tahay oo Ismaaciil Cumar Geelo u taliyo Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo meesha la yiraahdo Jubaland oo ku bogaadinaya inay xiriirka u jareen meesha waxa leeyahay wax dawlad Soomaaliyeed liyaada kama jirto ninka Xasan oo mooryaanta kamid oo dhulka xamar hadda boobaya haysta cid kasta ay dagaalkaaga utasho Soomaalida waxaad mooday hadda inay si kale fogaanayso oo marba cidii dulmiga wada la taageerayo xasan waxaan ognahay inuu jabaadan asalan taageero oo hadda taageero waliba nimanka Cali Ismaaciil Jabarti raxweyn baan gaar ula hadlay waxa la yiraahdo meeshii maamulkiin in hagaajista dakada bara wana dhista meesha xamarna iska ilaaliya qalabkii lagu dhisay dakada garacadna waa inuu soo dhiibanaa insha Allah taala intaana intaas aan leeyahay waxaan u soo noqonayaa ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelo Ismaaciil Cumar Geelo maxkamad baan kula tiigsanayna dagaalkan qayb ka tahay waa ognahay laakiin waxaan la yaabana Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Cabdul Qaadir Kaamil oo nin reer Saraaga wuxuu u hadli waayay Cabdul Qaadirna waxa leena war meesha si qaado ninka dadkaagi Isool iyo Saraaga caan ku soo duulay xusuuqaya shaqo ka qabo ha noqon sida ra'iisul wasaarahan iska marxuumka ah Xamse Cabdi Barre Liyaade Xasan Wasfar iyo kale ha noqon Cabdul Qaadir Kaamil intaas aan leeyahay qolada saaqa waxaan ugu yara noqonayaa u sheegayaa warsaaqo hawiyaha leedahay urur Soomaaliyeed isku nahay midowday ogeyn hawiyaha kala barbaadaarooda
نبك اللي هذا سعد وأمودان مكاهيل وجايدين ويجي نبك حوالين اللي هذا ونبن ثنا دارو دول لايكا سيلات نشان نبك الدبل اللي هذا ورمهانته معال الدبل أو نبك اللي هذا واسوا غرون مركا إديك لفتينا لصنع سيدا ولا صعدا وذاك رمهانته الدبل على جري هرجيسا كوبا بيسن رمهانته نقول جو صدريا سودان هولي ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك